بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ مستوى الثالث إعدادي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. درسنا اليوم هو درس الدوال الخطية الجزء الأول. ماذا تعني الدالة الخطية؟ سنقوم بمناقشة النشاط الأول، تابعوا معي. طول ضلع مربع هو X، ومحيط هذا المربع هو Y. أولاً، أحسب محيط مربع إذا كان طول ضلعه 1، 3، 5، 10. ثانياً، أوجد العلاقة بين X و Y. أولاً، وقف تشغيل الفيديو وأنقل المعطيات في دفترك، ثم أنجز النشاط. بعدها سنلتقي بعد لحظات. أولا، للإجابة على هذا النشاط لنحدد جدولا من سطرين. السطر الأول يتضمن طول ضلع مربع X، والسطر الثاني يتضمن محيط المربع Y. لحساب محيط مربع، نعلم أن محيط المربع يساوي الضلع في 4. إذن لحساب محيط مربع، إذا كان طول ضلعه 1، نضرب العدد 1 في 4، نحصل على المحيط يساوي 4. إذا كان طول ضلع المربع 3، نضرب العدد 3 في 4، نحصل على المحيط يساوي 12. أما إذا كان طول ضلع المربع 5، نضرب العدد 5 في 4، فنحصل على المحيط يساوي 20. إذا كان طول ضلع المربع 10، نضرب العدد 10 في 4، فنحصل على المحيط يساوي 20. إذن نستنتج من الجدول العلاقة بين X و Y. إذن العلاقة بين X و Y هي Y تساوي 4X. نلاحظ أن هذا الجدول يمثل جدول تناسبية، ومعامل التناسب هو 4. لنمر للنشاط الثاني. نعتبر الدالة الخطية F بحيث F لX تساوي 2X. أولا، أحسب F لواحد و F لثلاثة. ثانيا، حدد العدد الذي صورته بF هي 7. ثالثا، أتمم الجدول التالي. رابعا، أنشئ التمثيل المبياني للدالة F في معلم متعامد ممنظم OEG. أولا، قبل البدء بتصحيح التمرين، أوقف تشغيل الفيديو وأنقل النشاط في دفترك، أنجزه جيدا، بعدها سنلتقي لتصحيحه. لنجيب على السؤال الأول. أولا، لنحسب F لواحد، أي لنحسب صورة العدد واحد بالدالة F. أولا، نأخذ العدد واحد ونعوضه في X هنا، لتصبح F لواحد تساوي 2 في واحد تساوي 2. ننتقل للعدد التالي. لحساب F لناقص 3 نفس الطريقة، نأخذ العدد ناقص 3 ونعوضه في X، فنحصل على F لناقص 3 تساوي 2 في ناقص 3، أي تساوي ناقص 6. بعد انتهائنا من حساب الصور، ننتقل إلى السؤال الثاني.
حدد العدد الذي صورته بF هي 7. المطلوب منا هنا هو إيجاد قيمة X. أولا نضع F لX تساوي 2X، أي الدالة الخطية التي نشتغل عليها، ونضع F لX تساوي 7. إذن نستنتج 2X تساوي 7، ومن هنا نحل المعادلة. الآن فنحصل على X تساوي 7 على 2، ومنه فإن العدد الذي صورته 7 هو العدد 7 على 2. السؤال الثالث لنتمم الجدول التالي. يجب علينا هنا حساب صور الأعداد 0 1 ناقص 2 2 ناقص 3 ناقص 4 بالدالة F. أولا لنحسب صورة العدد 0، نأخذ العدد 0 ونعوضه في X، فنحصل على 2 في 0 تساوي 0. إذا كانت X تساوي 0 فإن F لصفر تساوي 0، وبالتالي النقطة A ستصبح ذات الإحداثيات 0 0. ثانيا لنحسب صورة العدد 1، نأخذ العدد 1 ونعوضه في X، فنحصل على 2 في 1 تساوي 2، أي أنه إذا كانت X تساوي 1 فإن F لواحد تساوي 2، وبالتالي النقطة B ستصبح إحداثياتها 1 2. ثالثا لنحسب صورة العدد ناقص 2، نأخذ العدد ناقص 2 ونعوضه في X، فنحصل على 2 في ناقص 2 تساوي ناقص 4، أي إذا كانت X تساوي ناقص 2 فإن F لناقص 2 تساوي ناقص 4، وبالتالي النقطة C ستصبح إحداثياتها ناقص 2 ناقص 4. رابعا لنحسب صورة العدد 2، نأخذ العدد 2 ونعوضه في العدد X، فنحصل على 2 في 2 تساوي 4، أي أنه إذا كانت X تساوي 2 فإن F ل 2 تساوي 4، وبالتالي النقطة D ستصبح إحداثياتها 2 4. خامسا لنحسب صورة العدد ناقص 3، نأخذ العدد ناقص 3 ونعوضه فيه X، فنحصل على 2 في ناقص 3 تساوي ناقص 6، أي أنه إذا كانت X تساوي ناقص 3 فإننا F لناقص 3 تساوي ناقص 6، وبالتالي النقطة E ستصبح إحداثياتها ناقص 3 ناقص 6. سادسا لنحسب صورة العدد ناقص 4، نأخذ العدد ناقص 4 ونعوضه في X، فنحصل على 2 في ناقص 4 تساوي ناقص 8، أي أنه إذا كانت X تساوي ناقص 4 فإن F لناقص 4 تساوي ناقص 8، وبالتالي النقطة F ستصبح إحداثياتها ناقص 4 ناقص 8. رابعا لننشئ التمثيل المبياني للدالة F في معلم متعامد ممنظم OEG. الخطوة الأولى، أول شيء نقوم به
هو إنشاء معلم متعامد منظم OIG. ماذا نقصد بمعلم متعامد؟ مستقيم عمودي على مستقيم آخر. وماذا نقصد بمنظم؟ أي يجب تدريج المعلم بحيث التدريجات متقايصة. بعد إنشاء المعلم المتعامد المنظم نمر إلى الخطوة الثانية، وهو إنشاء صور بعض الأرقام للقياس. جدولا نحدد فيه X و F لX، ونأخذ صور بعض الأعداد التي قمنا بحسابها سابقا. مثلا F لصفر تساوي صفر، و F لواحد تساوي اثنان، أي النقطتين A و B اللذان حددناهما سابقا. إذن منحنى الدالة الخطية F هو المستقيم التالي باللون الأحمر الذي يمر من النقطتين A و B. ومنه نلاحظ أن التمثيل المبياني لدالة خطية هو مستقيم. إذن باختصار، ما هي الدالة الخطية؟ الدالة الخطية هي كل علاقة تسمى F التي تربط كل عدد حقيقي X بالجداء AX، بحيث AX تسمى صورة X بواسطة وA من طبيعة الحال تسمى معامل الدالة الخطية F، تكتب على شكل F لX تساوي AX. المثال الأول، الدالة الخطية F المعرفة بما يلي: F لX تساوي ناقص 3X. لنحسب F لأربعة، F لناقص 2، F لصفر. أولا أوقف تشغيل فيديو، أنقل معطيات التمرين في دفترك وأنجز التمرين، وبعدها نلتقي بعد قليل. علما أن F لX تساوي ناقص 3X دالة خطية، أي معاملها ناقص 3. أولا نحسب صورة العدد 4، أي نأخذ العدد 4 ونعوضه في X لنحصل على F لأربعة تساوي ناقص 3 في 4، تعطينا النتيجة ناقص 12. نقوم بحساب F لناقص 2، نعوض X بناقص 2، نحصل على ناقص 3 في ناقص 2، تعطينا النتيجة 6، أي F لناقص 2 تساوي 6. و F لصفر نعوض X بصفر، نحصل على ناقص 3 في 0، أي F لصفر تساوي صفر. أتمنى أن يكون الجزء الأول مفيد للجميع، وإن كانت هناك أسئلة أو ملاحظات لا تبخلوا بإرسالها على البريد الإلكتروني التالي hsrd@gmail.com. أتمنى التوفيق.